من السراي الكبير استهل الرئيس سعد الحريري جولته، إذ استقبله رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وجرى عرض لآخر التطورات. يوم الرئيس تهانينا 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 رجل الشجاعة والآراء. هكذا استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي الرئيس الحريري في بكركي. اللقاء حضره المستشاران غطاس خوري وداود الصايغ والسيد نادر الحريري، وتوجه خلاله الراعي إلى الحريري بالقول: أعطيتم أملا للشعب اللبناني، والرئاسة كانت بحاجة إلى أعجوبة. فرد الحريري قائلا: الله يقدرنا على فعل الخير. دائما كان غبطة البطرك حريص على انتخاب رئيس جمهورية للبنان، وهذا الشيء بكثير من المراحل حكى فيه، وانتم بتعرفوا كمان انا ايضا بالنسبه لي انتخاب رئيس جمهوريه شو بيعني لي. البلد اليوم امام مرحله جديده ان شاء الله. بتمنى على الجميع انه يتعاون لمصلحه لبنان ومصلحه اللبنانيين. نحن ان شاء الله حنكون متعاونين في بعد الانتخابات بإذن الله يوم التنين. سمعتك اللي عم تقول التنين الأبيض، فإن شاء الله يكون أبيض ونكون عم نفتح صفحة جديدة بين كل اللبنانيين لنقدر نخوض هذه المرحلة الجديدة، لأنه في تحديات كتير كبيرة أمام الحكومة وأمام الدولة اللبنانية لإعادة استنهاضة، إن كان اقتصاديا ولا مؤسساتيا. وإلى دار الفتوى توجه الحريري، حيث استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور خوري والسيد نادر الحريري والمستشار هاني حمود. وبعد الاجتماع الموسع عقدت خلوة بين الحريري والمفتي دريان. نحن دائما بنحب نجي نزور دار الفتوى وسماحة المفتي، خاصة بهالمرحلة إن شاء الله الجديدة اللي حنكون ختامها إن شاء الله يوم التنين بانتخاب رئيس جمهورية ميشيل عون. فجينا خبرت سماحة المفتي عن كل المشاورات والاجتماعات اللي قمت فيها، وأكيد نحن دائما نطلب مباركة دار الفتوى لكل الخطوات اللي عم نقوم فيها عشان مصلحة البلد. وإن شاء الله نحن دائما حنحط مصلحة البلد أمامنا ونتكل على الله سبحانه وتعالى. رئيس يعني الدخان الأبيض حيطلع من مجلس النواب نهار التنين؟ إن شاء الله إن شاء الله بيطلع بإذن الله. دولة الرئيس سعد الحريري من بداية الأزمات في لبنان وبالأخص أزمة الشغور الرئاسي أطلق سلسلة من المبادرات. المبادرة الأخيرة أنا بشوفها أطلقها لمصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين. وطبعا نحن بدار الفتوى توجهنا العام أنه ندعم الحوارات التي تجري بين اللبنانيين، ونحن منقول طالما أنه اللبنانيين اتفقوا على إيجاد مخرج للشغور الرئاسي فنحن مع هذا المخرج، وأتمنى التوفيق للعهد الجديد أن يكون لمصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين. الرئيس سعد الحريري لم يترك فرصة إلا واقترح مبادرة لإنقاذ البلد. وعصرا توجه الحريري إلى فندق لوغري، حيث التقى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي في حضور وزير الثقافة روني عريجي والوزير السابق يوسف سعادي ونجد الوزير فرنجي توني وخوري والسيد نادر الحريري وعدد من أعضاء المكتب السياسي لتيار المردة. جيت حتى أشوف صديق مع الوزير سليمان باك فرنجية، اللي أنا بعتز بصداقتي معه، وإن شاء الله نحن حنكون مع بعض العمر كله إن شاء الله، إن كان بصداقة ولا بالسياسة. جيت كمان ايضا لحتى اقول له انه نحن يعني نتفهم مواقفه. حبيت كمان اجي اقول له انه نحن معه بسراء وضراء، وان شاء الله المستقبل قدامنا جميعا، نحن شباب وان شاء الله الايام قدامنا.
فهذا اللي جيت خبره لسليمان بيك الصديق والأخ. النائب فرنجي اكتفى بالقول نحن أصدقاء وسنبقى كذلك.